السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكل اصحابنا ومتابعينا الكرام. ان شاء الله النهاردة معنا مقطع لغرفة نوم مودرن. غرفة النوم طبعا مدهونة دهان ديكوفورن زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا معمولة نظام تحضير. التحضير ده بقى شكله جميل جدا. طبعا بناخد الغويط بس بالتحضير. طبعا الغرفة مدهونة ابيض، ده السرير ودي التسريحة. التسريحة 8 ادراج، 4 يمين صغارين، ده البرواز اهو برضه نفس الشيء، برضه معمول له تحضير. الغرفة جميلة جدا بسيطة ومش فيها كلكعة ولا أي شيء. وده كرسي السراحة طبعا، ده وده تاني برضه السيرونات بجيبهولكوا تاني إن شاء الله. يعني طبعا الدولاب برضه جرار كالعادة بقى، 3 دولاب، ضلفتين يمين وشمال برضه عاملين نفس النظام تحبير، والضلفة في النص مشيش. الغرفة في منتهى الجمال والرقة. طبعا دهان ديكوفورن طبعا في الابيض ده ما بيغيرش طبعا، ده السيروات معمول له فجوه برضه. الغرفه جميله جدا ورقيقه يعني ما شاء الله. ينال تنال اعجابكم، وما تنسونش في اللايك، ولو في اي تعليق ان شاء الله ارد عليكم.